المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دايما الهام شانيل. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين وتكونوا ناشطين وتكون الأمور ديالكم زينة، وفي تمام جميع السيدات وعن جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي دايما الهام شانيل. دونك الغسالة ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم غادي تكون عبارة عن غسول سحري لتضييق المهبل وعلاج ترهلات المهبل وايضا اتساع المنطقه الحساسه. غادي الوصفه تعالج لنا ايضا يعني الروائح الكريهه، غادي تطرد لنا الروائح الكريهه منذ اول استعمال، غادي تقلل لنا الافرازات المهبليه، غادي نتخلصوا من الحكه اللي دائما سيدات كيتشكاو لي ليا منها في لي كومونتير ولا في لي ميساج اون بريفي في لاباج اوفيسيال فيسبوك. جميع الروابط البنات غنخليها لكم في الديسكريبشن بوكس ولا في لاباغ دانفو ولا في صندوق الوصف، لانه دائما سيدات كيقولوا لي بغينا نصيفطوا لك لي ميساج وما كنعرفوش منين. فجميع الروابط البنات غنخليها لكم في لاباغ دانفو ولا في الديسكريبشن بوكس، جميع الروابط ما عليكم الا تكليكيو على الروابط او الرابط وغيديكم ديريكتومون سواء الانستغرام سواء لاباج اوفيسيال فيسبوك ديالي. فكما قلت لكم البنات وصفه غايه في الروعه لتضييق المهبل او لتضييق المنطقه الحساسه، يعني وصفه غايه في الروعه. كتكون ثلاثه ديال المكونات كما كتشاهدوا في الفيديو. وصفه اش غنقول لكم عليها، ملي غتجربوها عاد غتشكروني عليها وغادي تدعوا معايا في لي كومونتير، واكيد كنرحب تعليقاتكم واقتراحاتكم استفساراتكم الاسئله ديالكم في خانه التعليقات ولا في لي كومونتير. الا حتى نتوما البنات عندكم وصفات طبيعيه يعني غسول اللي ممكن نعملوا به عمليه البوضوء لتضييق المهبل، فخليو لينا طريقه التحضير، خليو لنا طريقه الاستعمال، خليو لنا كيفاش كتعملوا الوصفه، شحال من مره كتستعملوها، المده، كل هاد الاشياء، يعني جميع المعلومات خليوها لينا اون ديتاي كما كنقولوا، باش هكذا نفهم الوصفه شخصيا مزيان ونجربها، ولا لقيت عليها نتائج زوينه اكيد لما لا انني نجي نبارطاجيها معكم في القناه باش هكذا تكون الفائده للجميع. دونك سهله مهله، وصفه بسيطه رخيصه في متناول الجميع. نتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم، اهم شيء تجربوها وتقول لنا كيفاش جاتكم. فبسم الله على بركه الله باش ما نطولش عليكم اكثر، ماشي باش نتعرفوا على مكونات الوصفه ثم طريقه التحضير ثم طريقه الاستعمال. فلهاد الوصفه غادي نحتاجوا البنات الملحه، الملحه العاديه اللي كنطيبوا بها، لانه الملحه راه غايه في الروعه لتعقيم المنطقه الحساسه او منطقه المهبل. غادي نحتاجوا ثاني مكون اللي هو الخزامه او الافندر، وثالث مكون اللي هو البابونج. بالنسبه للفوائد، الافندر اللي هو الخزامه او البابونج فهو كيفتح لو المنطقه الحساسه، كيطهر الرحم، كيطهر منطقه المهبل بشكل عام او بشكل كامل، وكيعالج الالتهابات وكيساعدنا على تضييق المهبل وشد الترهلات، وكيخفف لنا الافرازات المهبليه او كيقلل لنا بلوتو الافرازات المهبليه، وكيطرد الروائح الكريهه. يعني هاد الافندر او الخزامه او البابونج عندهم فوائد كثيره البنات، يعني غايه في الروعه. فقط جربوها بالنسبه للسيدات اللي ما عمرهم جربوا الافندر والخزامه، العفو الافندر والبابونج، الافندر اللي هو الخزامه، فجربوا هاد الغسيط وان شاء الله تلقاو عليها نتائج زوينه. اما الناس اللي ديجا مجربين الخزامه والفوائد ديالها والبابونج والفوائد ديالو، فراكم عارفين هاد الوصفه والمزايا ديالها اللي صراحة لا تعد ولا تحصى. فبعد ما تعرفنا على المكونات اللي هما الملحة، الافندر او الخزامة والبابونج، دابا غندوزو لطريقة التحضير وطريقة الاستعمال. واحد المكون اللي ما ذكرتوش، فغادي نحتاجو واحد 300 مليلتر ديال الماء ولا 400 مليلتر، الكمية كتبقى اختيارية. غنحتاجو الماء العادي. فالان غادي ندوزو لطريقة التحضير وطريقة الاستعمال هاد الوصفة هادي. غناخدو واحد الكاسرول غادي نوضعوا فيها ديك 400 مليلتر ولا 300 مليلتر ديال الماء العادي من الصنبور، وغادي نعملوا الملحه بهذا الشكل. وغادي نضيفوا البابونج، الكميه كتبقى دائما اختياريه على حسب نتوما شحال بغيتو. غادي نضيف الخزامه اللي هي الافندر. بالنسبه للخزامه غير حاولوا تكثروا منها لانه الفوائد ديالها لا تعد ولا تحصى. غنحاولوا نخلطوا كل هاد المكونات
كنحاولوا نخلطوا الوصفه مزيان. بعد ما كنخلطوها غادي نوضعوا الكاسرول ديالنا فوق نار مهله لمده ديال 15 دقيقه اي ربع ساعه حتى كتطبخ الوصفه. ويعني البابونج والافندر والملحه كيطلقوا المفعول ديالهم الرائع جدا، المزايا ديالهم في داك الماء. عاد من بعد كنصفيه وكنعملوا به عمليه الوضوء. الان غادي نمشي ناخذ الكاسرول ديالي نوضعها فوق نار مهله لمده 15 دقيقه ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. وبعد ما كتمر ديك 15 دقيقه والكاسرول ديالنا فوق نار مهيله، كناخذوا الكاسرول ديالنا كنخليوه حتى تبرد، يعني حتى كيبرد تبرد الوصفه بالكامل. وبعد ما كتبرد لينا مزيان كناخذوا صفايه وواحد القرعه زجاجيه اللي غادي نعملوا فيها الوصفه ديالنا. فبسم الله على بركه الله غادي ندوزوا طريقة تحضير هذه الوصفة أو طريقة الاستعمال. فغناخدو واحد القرعة زجاجية وناخدو الصفاية ديالنا ونبداو كنصفيو الوصفة. وبعد ما كنصفيو الوصفه ديالنا في هاد القرعه الزجاجيه او قنينه زجاجيه، فكتصبح عندنا المحلول بهذا الشكل هذا او الغاسول اللي غادي نتوضاو به بهذا الشكل هذا. يعني الوصفه اللون ديالها كيكون غامق، او الغاسول بليتو اللون ديالو كيكون غامق لانه البابونج والافندر او الخزامه والملحه تطلقوا المفعول ديالهم مزيان في داك الماء. داكشي علاش قلت لكم خليوه فوق نار مهيله بزاف لمده 15 دقيقه باش المفعول يكون على احسن ما يرام والوصفه تكون فعاله وناجحه منذ اول استعمال، باش ترد الروائح الكريهه والبكتيريا والافرازات المهبليه تقلل لينا منهم ايضا وتساعدنا على تضييق المهبل. احسن حاجه وافضل حاجه اللي كنهضروا عليها اكيد في كل هذه الوصفه هذه. فكما قلت لكم بعد ما نصفيو الوصفه ديالنا في واحد القنينه زجاجيه كنحتفظوا بها كل ليله قبل ما نعسو، كنبقاو نعملوا عمليه الوضوء بهاد الوصفه هذه اللي من طاقه المهبل. الوصفه غايه في الروعه البنات صدقوني، كتحيد لينا الرائحه الكريهه والمنطقه الحساسه، كتعالج لينا الحكه الافرازات، كتساعدنا يعني على انها تنظم لينا يعني تنظف لينا بليتو المنطقه الحساسه وقت الدوره. يعني كتفتح لينا اللون ديال المنطقه الحساسه، كطهر الرحم، كطهر بزاف ديال الامور، وكتعالج الالتهابات وكتعالج كل الاشياء. وايضا اهم شيء انها كتساعدنا على الشعور بالاسترخاء والراحه، اهم شيء. فوصفه ما غنقولش لكم غير غايه في الروعه، وانما بعد ما غادي تجربوها اكيد عاد غادي تعرفوا النتيجه والمفعول ديال هاد الوصفه هذه. فكما سبق لي ذكرت نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. سهله مهله، الناس يقولوا لي شحال مره نستعملوها في اليوم، فكنصح بها مره واحده في اليوم كل ليله قبل ما تنعسوا تعملوا بها عمليه الوضوء، فهي كافيه باش تحصلوا على نتائج غزاله بزاف وتعالج لكم اتساع المهبل وتحصلوا على مهبل اللي يكون ضيق اكيد. كانت هذه الوصفه البنات، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كما لاحظتوا معايا لا في المكونات ولا في طريقه التحضير ولا في طريقه الاستعمال، كل هذه الاشياء سهله مهله وبسيطه ومتناول الجميع. يعني وصفه او غسول بليتو اللي غادي يعالج لينا ترهلات اتساع المهبل، غيعقم لينا ايضا المنطقه الحساسه، غيطرد الروائح الكريهه، غادي يقلل من الافرازات المهبليه، غيساعدنا على انه يفتح لينا لون المنطقه الحساسه، غيطهر الرحم، غيطهر المنطقة المهبل بشكل كامل، غيعالج الالتهابات، غيشد الترهلات. فهذا راه غسول سحري كما كنقولوا، ماشي غير غسول غايه في الروعه. وكل ما يعني انني نقول لكم على هذه الوصفه ما غاديش يكون كافي ليها حتى تجربوها عاد تعرفوا المفعول ديالها. ديجا في القناه مقدمه لكم وصفه يعني تقريبا مماثله لهذه الوصفه هذه اللي قدمت لكم، حتى هي كانت بالافندر وكانت بالبابونج، وكانوا جو بونس معها مكونات اخرين على ما اظن لتضييق المهبل ايضا والتخلص من الافرازات المهبليه وايضا التخلص من الروائح الغير مستحبه او الروائح الكريهه. الحمد لله حتى هي لقيت عليها يعني تفاعل ولقيت عليها نتائج زوينه. الناس يعني في لي كومونتير كيخلوا لي دائما تعليقات زوينه بانهم جربوها وعجبتهم، فحتى هاد لاغوسيت تقريبا مماثله لها
نتمنى تعجبكم ونتمنى تستفدوا منها في وصفات اخرى ان شاء الله. نجيكم بعده مكونات وبغسول او بوصفه يعني كما كانت، المهم تكون تعالج لنا يعني ترهلات واتساع المهبل. فنتمنى تعجبكم البنات، الى عجبتكم ما تنسوناش بالبارطاج او شير او ترك الوصفه مع الحبيبات والصديقات ديالكم باش هكذا تعم الفايده للجميع. ما تنسوناش بالبيك لايك، تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس. بدوني نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو ونشوفكم فيديو قادم ان شاء الله وباذنه كذلك.